الكلمة دي من أول 100 كلمة، يمكن من أول 50 كلمة كمان لازم تتعلمهم وتعرفهم في اللغة الإنجليزية، فإنك تعرف معانيها لأن هي ليها أكثر من معنى، موضوع مهم جدا. والفيديو بتاع النهاردة شامل معاني مختلفة للكلمة دي لمستويات مختلفة، مش بس المبتدئين، فكل المستويات هتستفيد إن شاء الله النهاردة. يلا بينا نبتدي مع بعض واتفرج لان الموضوع مهم جدا. الكلمة الاول بتتنطق own، كان في واو كده في الاخر، own own. واول معنى معانا وهو للمبتدئين مستويات الـ A1 والـ A2 انك تمتلك شيء، شيء يكون ملكك. لما اقول لك مثلا I own a house يعني انا بمتلك بيت. واحد يقول لي طب ايه الفرق ما بين own وانا خلاص عارف have بما ان انا مبتدئ؟ الموضوع بسيط جدا، في اغلب الاحوال own و have بنستخدمهم زي بعض بالظبط، لكن لو عاوز تعرف الفرق خليني اقول لك ان own بنستخدمها بان حاجه تبقى ملكك فعلا، ليك الورق القانوني بتاعها ومحدش شريك ليك فيها. يعني مثلا ايه الفرق ما بين I own a car و I have a car؟ I have a car يعني انا معايا عربيه، ممكن تبقى بتاعتي وممكن تبقى for utilization، حق انتفاع، ما اجرها ايا كان، بس هي في حيازتي دلوقتي. لكن لما اقول I own a car يبقى العربيه دي ملكي، انا دافع فلوسها، معايا ورق يثبت ملكيتها وهكذا. لكن في اغلب الاحوال تشغلش دماغك، own و have يعتبروا حاجة واحدة. المعنى التاني ل own انها ممكن تستخدم كصفة قبل الاسماء عشان برضو تأكد على الملكية. لما اقول لك مثلا oh this is my own car but the other one over there is the family's car، يعني دي عربيتي انا محدش شريك ليا فيها، لكن العربية التانية دي برضو عربية العيلة كلها، يعني عربيتي وعربيتهم، but this one is my own car. ندخل بقى على المستويات المتوسطة او الـ lower intermediate، المتوسط الادنى، واول تعبير معانا لـ own هو on my own، وليها معنيين بمفردي او بدون مساعدة. خلينا اديك المثال الاول. لما اقول لك I live on my own يعني انا اعيش بمفردي، اوكي I live on my own، وممكن تيجي بدون مساعده، بنتك مثلا داخله عليك بتقول لك look dad I tied my shoelaces on my own، فتقول لها great، يعني هي بتقول لك ان انا ربطت الحذاء بتاع الرباط بتاع الجزمه بدون مساعده بنفسي، اوكي I tied my shoelaces on my own. نعلى كمان بالمستوى شوية ونخش في الـ upper intermediate أو المستويات المتوسطة العليا، والتعبير اللي معانا إنك ممكن تستخدم own كفعل بمعنى إنك تهزم، to defeat بس completely، تهزم حد هزيمة هزيمة قوية، أوكي؟ لما أقول لك مثلا last time we played I own them، آخر مرة أنا لعبت فيها معاهم أنا بص حطيت عليهم هزمتهم جامد جدا. خش بقى على المستويات المتقدمة الـ C1 وبرضه داخل معانا الـ B2 شوية، وتعبيرين مهمين جدا. أول تعبير لما تحط this قبل own أو ده فعل، يعني this own معناها يتنصل من. المثال هتفهم منه أكتر لما أقول لك her affluent family disowned her when she married this poor man، يعني عيلتها الغنية affluent يعني غنية جدا تنصلت منها أو تبرأت منها بعد ما هي اتجوزت الراجل الفقير ده، سواء كان صح أو غلط يعني. ختامها مسك، وآخر تعبير معانا بحبه جدا للمستويات المتقدمة وبرضه بستخدمه كتير هو in my own right، وممكن تشيل my بقى وتحط اي ضمير تاني، in his own right in your own right وهكذا. in my own right معناها بمجهودي. لما اقول لك مثلا I've established this company in my own right يعني انا assist الشركة دي بمجهودي، in my own right. دي كانت معاني own او اهمهم. لو الفيديو عجبك واستفدت كتير ايا كان مستواك اعمل شير ولايك ودعمنا بتعليق وسلام.